السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شباب. يا شباب، راح نعلمكم اليوم طريقة تحميل القرآن الكريم بسهولة جدا جدا جدا، يعني جدا سهلة. طبعا حتى أنك تصبح تقدر تصير الأول على اليوتيوب بعدد المقاطع القرآنية، والطريقة جدا سهلة والله، يعني ما تتخيلون سهولتها. طبعا احنا نحتاج الى 3 برامج، هذه البرامج موجودة وراح انزل الروابط تحت طريقة التحميل. طبعا نبدأ بأول شيء تحميل البرامج. هذا طبعا راح اعلمكم اياه في مقطع يختلف، طبعا مو بأنا اللي مسويه، لكن راح أرسل لكم مقطع موثوق. أما هذولي جدا سهلات. ننتقل للموقع. طبعا هذا الموقع الأول، نحمله هنا جدا سهل، نضغط فقط هنا ثم يتحمل معنا. أنا محمله مسبقا، ما أحتاجه. البرنامج الثاني هذا، نحمله من هنا ويتحمل معنا بسهولة تامة. طيب انتهينا من التحميل، الآن ننتقل إلى التثبيت، تثبيت البرنامجين. طبعا الأول هنا، نحط التالي 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 ثم يتنصب معنا طريقة، ثم يجيك آخر شيء إنهاء وخلاص يتحمل. أما البرنامج الثاني فإنه منصب وجاهز، فقط بس استخراج هنا ثم هذا هو البرنامج. اوكي طيب، كيف انا احمل مقاطع قرآنية على اليوتيوب بسهولة جدا جدا، طريقة سهلة سهلة والله ما تخيلون سهولتها. في موقع يمكن اغلبكم ما يعرفه، هذا الموقع اسمها أرشيف. أوكي هنا تلقى أي شيء، أي قارئ في بالك، أي قارئ. طيب هنا راح أكتب ماهر المعيقلي، ننتظر شوف شلون. كثير منه، كثير من بجودة عالية، بجودة منخفضة، بجودة متوسطة، اللي تبي يعني. شوفها كامل، نضغط على شوفهم 114 صورة. طيب كيف أنا أحملهم دفعة واحدة من هنا؟ أحملهم من هنا، ها شفتوا هذا، لما أضغط هنا تحمل معي بشكل دايركت. طيب أنا محمل هذا مسبقا. طيب أنا سويت مجلد سميتها القارئ محمد ماهر المعيقلي. أضغط أنقل الملف هنا اللي أنا تو سبقت وحملته، ثم استخراج الملفات هنا. شوفوا شلون، يعني سهولة جدا، يعني بدل ما تروح مواقع القرآن وتحمل على مقطع، شوف شلون، يعني سهولة جدا سهل. أتمنى يعني تستفيدون من هذه الطريقة وتستغلون هذه، يعني سهلة جدا يعني. طيب الآن جتني هذه ملفات، بس إنها غير يعني متسمية. طبعا أنا لازم تسمي الملف اللي يحتوي فيه الملفات، تسميه هنا، تكتب القارئ ماهر معيقلي باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية اللي حاب، بس لازم تسمي الملف حقك هذا. طيب ننتقل للبرنامج الأول، هذا هو البرنامج. طيب هذا وش يسوي؟ هذا يسمي لك المقاطع القرآنية. شوفوا الآن لما اضغط على اللي انا تو حملته، هذا القارئ ماهر المعيقلي، طبعا احط ام بي 3 لان هو صيغه ام بي 3، شلون جاب لك اياهن. طب هنا نبي رقم الايه او رقم الصوره والاسم العربي اللي هو الفاتحه، البقره،
واسمها بالإنجليزي إذا حاب أنت، والقارئ، القارئ اللي هو إيش؟ الملف اللي سميناه بالمجلد. نضغط بس فقط ضغطة زر واحدة شو تسمى كل الملفات، نرجع نتأكد. يا سلام، شفت شلون السهولة؟ جدا طريقة سهلة. شوفها، قريش قريش، الفيل الفيل، نتأكد نتأكد. يلا هذه سورة الفاتحة، نشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. شفت شلون؟ جدا طريقة سهلة. طيب أنا الحين هذولي عندي الآن أضيف لهم صورة. ليش أضيف لهم صورة؟ أضيف لهم صورة حتى إن مثلا يكون يلفت الانتباه للمشاهد. أوكي، طبعا أنا هذه حاطها، شوفوا شغلها لكم، شفت شلون هذه صورة؟ راح أضيفها على كامل هذه الملفات الصوتية. كيف الطريقة؟ الطريقة جدا جدا سهلة، كل شغلنا راح يكون بنقرة زر واحدة فقط. طبعا نضغط على هذا البرنامج، نروح للملفات اللي قمنا بتسميتها من هنا. شفت شلون؟ يا سلام، هذه الصورة، أضفنا المقاطع الصوتية. لابد أننا نحدد جميع الملفات. شفت الصورة هذه؟ هو واحد ضايف هذه الصورة، نزيلها. أوكي، بعدين نسحب هذه الصورة هنا ونسحبها مرة ثانية، لازم نسحبها مرتين عشان البرنامج الثالث يقبل معنا. راح نعلمكم. طيب نحط سيف. الآن شفت شلون تغيروا جميع الصور أو المقاطع الصوتية إلى يعني صورة. شوف لما نشغل أي مقطع مثلا، شفت شلون؟ بسم الله. يا سلام، الحين اكتملنا تقريبا 80%. الآن كلهن في صيغة MP3، راح نحولها إلى صيغة إيش؟ إلى صيغة فيديو. هنا نكتب فيديو عشان نبغى نغيرها إلى فيديو. فيديو، أو معليش أنا آسف، نكتب هنا فيديو، فيديو مثلا، أو أي شيء أنت به. المهم الآن ننتقل إلى برنامجنا الثالث. انتقلنا إلى برنامج الثالث، طبعا جدا طريقة سهلة، جدا طريقة سهلة. يا شباب استغلوا هذه البرامج، استغلوها في الخير، استغلوها في الدعوة، في نشر العلم، في نشر الخير، حتى أنك تقدر ترفع محاضرات وأناشيد اللي يعني تبغى، لكن استغلوها في الخير يا شباب. الآن نحدد على جميع الملفات الموجودة ثم ننقلها هنا، ننتظر. طبعا يا شباب نسيت أقولكم، هنا الموقع هذا نكتب مثلا ماهر المعيقلي، عبد الباسط، عبد الصمد، أي شيء نبغاه نكتب. مثلا محاضرات، اللي حاب ينشر محاضرات، محاضرات. شوفوا يا شباب آلاف المحاضرات، آلاف الكتب المسموعة، آلاف يعني شباب استغلوا هذا، استغلوا المقاطع هذه في نشر الخير، استغلوا شبابكم، استغلوا صحتكم. الآن ننتظر شوي. الآن اكتملت شو اسمه تحميل المقاطع. كيف الآن نحول هذولي MP3 إلى فيديو؟ طبعا عندنا خيارات، تبغاها MP4 أو تبغاها EVL، اللي تبغى. طبعا أنت تختار الجودة اللي أنت حاب تختارها، تختار HD، تختار
720، تختار اللي أنت حابه. طيب أنا راح أختار هذا، طيب لأن يعني النت شوي يعني ما يساعد. شباب هنا راح أحطه هنا فيديو، ثم أضغط على هذا الزر، والآن يتحول المقاطع تتحول إلى إيش؟ إلى فيديو، المقاطع الصوتية. شوفوا بدأ الآن، بدأت عملية التحويل. يا شباب الله يوفقكم، استغلوا هذا التطور، استغلوا هذا في الخير، استغلوه. يعني شوفوا شلون مدى السهولة، والله ما تصدقون، سهولة جدا. طيب الآن انتهينا من جميع المقاطع، الآن نقوم إيش؟ نحملها على اليوتيوب. هنا نضغط تحميل ونبدأ على 15 15، نحمل على دفعة دفعة حتى إنه يتحمل جميع الملفات. طبعا هنا مثلا هذه، ونسحبها إلى هنا وراح تتحمل دايركت. أوكي طيب، بعد ما تتحمل وين نروح يا شباب؟ بعد ما تتحمل نروح للقناة حقتنا ونضغط هنا، نضغط على الفيديو. شوفوا هذه المقاطع اللي أنا قمت بتحميلها، فقط اللي عليك الآن تعديل المسودة، تعديل المسودة اللي من هنا، اللي أصحاب القنوات راح يعرفونها. ثم التالي 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 التالي، والآن انتشر المقطع. يا شباب أريد التنويه على شيء، شوفوا هذه قناتي، هذه قناتي راح أحط رابطها تحت، اشتركوا فيها. هذه حملت ولله الحمد 34 ألف مقطع قرآني، وأتحدى أي شاب، أتحدى أي شاب إنه ينافسني في عدد المقاطع، أتحدى أي شاب إنه ينافسني في المقاطع ويهزمني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله يجزاكم خير، وانشروا هذا المقطع وحطوا لايك، والله يوفقكم ويسعدكم في الدارين يا رب يا كريم. طبعا شوفوا شباب هذه قناتي، وهنا قائمة التشغيل. أنا طبعا وضعت الكل قارئ قائمة التشغيل، شوف شلون كثرهم، أكثر من 300 قارئ ولله الحمد. يلا يا شباب، يلا يا شباب، أتحدى أي أحد، أتحدى أي أحد يهزمني في عدد المقاطع، ولله الحمد. اذكر الله، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن.